تسمية الخليج خلاف يتعدى مجرد اللفظ أو الاسم بين العرب والإيرانيين، وإنما يعكس صراعا سياسيا وقوميا ذا أبعاد ومضامين استراتيجية. خلاصتها: من له الهيمنة على الخليج وعلى مياهه وجزره ونفطه ومواقعه الاستراتيجية وأمنه وثرواته. تسميات متعددة عرف عن المسطح المائي الذي يقع إلى الشرق من شبه الجزيرة العربية وإلى الغرب من إيران بأسماء مختلفة عبر التاريخ. فالجامعة العربية تستعمل تسمية الخليج العربي وكذلك الأمم المتحدة في وثائقها العربية، بينما تستخدم إيران الخليج الفارسي في وسائلها الإعلامية بالإضافة لمطبوعات ووسائل إعلام بالعربية تصدر عن هيئات ودول غير ذي عربية وتستعمل في عدة لغات أخرى أيضا، كما أنه كان يعرف أيضا بخليج البصرة في وثائق العهد العثماني. أما تسمية الخليج الإسلامي فقد طرحه القذافي على الخميني وبعض المفكرين علاوة على تسميات أخرى أطلقت على الخليج عبر التاريخ، ولكن الأمر لمن لا تستهلكه المصطلحات عرضي وغير ذي أهمية، في حين أن الدفاع عن تسمية الخليج الفارسي هو أولوية بالنسبة للإيرانيين من مختلف التوجهات العقائدية والسياسية، وكذلك الأمر بالنسبة للعرب في تسميته بالخليج العربي التي تبدو وكأنها انتزاع للملكية والإساءة إليها هي اعتداء على الحقوق. صيغة الخليج العربي هي بالفعل مستحدثة، اقترحها النائب اللبناني إيميل البستاني في خمسينيات القرن الماضي في أوج الهبة القومية العربية، انطلاقاً من أن سكان شواطئ الخليج سواء في الدول العربية المتاخمة له أو في إيران نفسها هم من العرب أو الناطقين بالعربية. إلا أن أشهر التسميات التي أطلقت على الخليج هي خليج فارس أو بحر فارس، ومن اعتمدها هم تحديداً البحارة العرب ثم مؤلفو مصنفات البلدان الجغرافية باللغة العربية ثم الفارسية. تبعات الخلاف: كان للخلاف على تسمية الخليج العربي بين العالم العربي وإيران ردود فعل على مستوى الدول، أبرزها رد الرئيس الإيراني الأسبق أحمد نجاد على أمير قطر حمد بن خليفة أثناء افتتاح دورة أسياد الدوحة في مايو 2006، حينما قال الأخير في معرض حديثه عن منتخب إيران لكرة القدم إن نجاح منتخب إيران في مونديال 2006 سيسعد سكان الخليج الفارسي العربي. فرد عليه نجاد موبخا: أعتقد أنك كنت تقرأ اسمه الخليج الفارسي حينما كنت بالمدرسة. وأنت ما رأيك بهذه التسميات؟ وما التسمية التي يعتمدها بلدك؟ إن أعجبك الفيديو ووددت مشاهدة المزيد اضغط سبسكرايب وفولو، ولا تنسى دعمنا بلايك ومشاركتها مع أصدقائك.